السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مباراة الغد، يعني في حال فوز على تونس، وين تكون يعني وين نقولوا باللي في حال فوز على تونس وين تكون قفزة جديدة للمنتخب الجزائري في ترتيب الفيفا. رغم أن هذه تاع ترتيب الفيفا، أنا والله العظيم هذه تاع ترتيب الفيفا والله هي مليحة، مش مليحة، بصح ترتيبها قدام الناس رانا مليح، بصح والله هذه ترتيب الفيفا والله العظيم لا نقول لكم شتي، لا غرور والله، لا غرور هذه تاع ترتيب فيفا والله، لا غرور والله العظيم اللي نقول لكم به مكاش تاع ترتيب فيفا، تعال مكاش بلا ترتيب الفيفا الركبه خويا، الركبه باش تهدر هذه من التالي كاع. وسيلعب المنتخب الوطني الجزائري يوم غد الثلاثاء مباراه وديه امام منتخب تونس، ستقام على ارضيه الملعب 19 ماي بعنابه. ويطمح المنتخب الوطني الجزائري تحقيق انتصار امام نصور قرطاج من اجل ضمان التقدم في ترتيب الفيفا للمنتخبات، والذي سيصدر بعد نهايه فتره التوقف الدولي لشهر جوان. بالك هذا الشهر ان شاء الله. وكان المنتخب الجزائري الذي يحتل المركز 34 في ترتيب الفيفا قد فاز على اوغندا يوم امس بهدفين مقابل هدف واحد، وسيستفيد الخوض من تعثر كل من النمسا والمجر الذين يحتلان مركز 33 و32 في ترتيب الفيفا. يعني وتجي تربح تونس يعني كمليحة، تربح تونس دوزيام تروازيام يعني كمليحة، تونس خسر ويزيد يخسر معاك يعني كمليحة، يعني نقولوا مليحة انك تربح تونس يعني كمليحة، بصح لازم الربح يعني ماشي يكون ماشي باش غير تربح كيما كنا 35، لازم نقلعوا ذاك الغرور، هذاك الغرور لازم ينقلع، هذه هي ما تبقاش هذيك الفوز هذاك تاع راني نربح وغدوه ان شاء الله مي تتلاقى يعني في الصح تحصلوا في السحور، تحصلوا في قصابه، تحصلوا لا تحصل في واحد صغير، تحصل في شعير الله يجعل، ما تحصلش في شايبي تقول له مولدي شايبي مازال صغير ولا ابو عناني مازال صغير، حصلش فيهم يضربوك كلش في يدك، لاعبين يعني من اعلى تيرازهم في يدك خويا. رغم اننا لعبنا امام اوغندا منتخب حومه، منتخب حومه، رغم اننا لعبنا امام اوغندا منتخب حومه، قول مزيه ما طحناش في قلوب صعيب، كنت احنا في جروب فيه جنوب افريقيا ولا فيه يعني كيما جنوب افريقيا باغيه تربح كيما البارح زعما باين يلعبوا مع جنوب افريقيا خاصها باغي تربح، اما تربح نقول لك نيجر غبناتك، نيجر غبناتك. وين عاد المنتخب بعد من عاد المنتخب الجزائري بفوز خارج ميداني امام اوغندا لحساب المرحله الخامسه من تصفيات كاس امم افريقيا، حيث نجح الجزائر نجح المنتخب الوطني بتجريب اسماء جديده واراحه النجوم دون تاثير في المستوى العام للاعبين. بصح هذه شوف حتى الغلطه اللي راكم ناسينها وباغيين تنساوها، الغلطه الوحيده وهي يا جماعه رانا المنتخب اللي لعب البارح ما عندنا حتى فايده، ربحوا ما ربحوش ما عندنا حتى فايده، نقول لكم مستاهلات خاطر اللعابه هذو ما غاديش مكاش مكاش، حنا كنا رانا نحوسوا الانسجام، انت ما عندكش ديفونس، وين انت غادي دير منظومه دفاعيه، منظومه دفاعيه باينه وين انت مازال ما خممتش الكارديا شكون اللي غادي يلعب، كيما تخمم باش تجيب غادي ترد مبولحي، كيما غادي ترد مبولحي على بالنا بلي ترد مبولحي، على بالنا بلي انت يا الاريار كوش، على بالنا بلي راك تخمم باش ترد كيسموه ترد هذاك تعاود ترد بالسبعين المكانه تاعو وترد بدران مع ماندي، هذه هي اللي على بالنا بها، يعني على بالنا واش خليها تا من بعد كي تجي غادي نقول لكم يا دراش قلنا لكم هذو اللعابه تسويق، هذا باقي هذو كاع اللعابه واحد 4 ولا 5 تسويق فيزا
ناس ولا انت في الاقصاء، انت اقصاء الجزائر الشعب الجزائري المتعاطف قاعد يبكي، الناس تبكي وراح جاب سبعه دوك سبعه وين راه؟ قلت لكم شو الحمد لله رب ما كذبتش عليكم، جوان اللي فات راكم عاقلين سبعه اللي جاو وين راهم؟ مكاش مكاش وما يجيو ما يجي. وهذو لهنا كاين واحد اللعابه يعني غادي مكاش يتباعوا يروحوا مكاش 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 غادي فانيك التربص الجاي ولا تسيبوهم يتباكوا ويقول لك خاصنا هنا او اللي هي تجيب الناف تاع السيالبي ولا تجيب تجيب دبرونا الناف واحد اخر. انا نقول لكم كيما هاك يخدموا كيما هاك يخدموا لكم باش يبيعوا، يخطبوا لكم تاع حبه في اكتوبر الناس باغي تروح تحضر منا ومنا، هما يخطبوا لكم حبه في اكتوبر يجيبوها يقول لكم هو لا غادي ناف هذا هو الطياره اللي غادي تطير بيدها. باكي بات تسمع بلي راح عند الون دولوا عند الشيكور تاع ليكيب ناسيونال، خاطر كاين واحد في قطر شيكور في ليكيب ناسيونال يتحكم في المنتخب الوطني ماشي لعابه شعبي، يعني من شيء اصبح هو الحاكم في ليكيب ناسيونال. وزيد يعني حتى في العقد وين كل مباراه يعني كاينه واحد الشركه دايرينها يعني في العقد يدوا الدراهم. حنا نقول لكم اوفيسيال اميكال يدوا الدراهم في العقد. اولا العقد ماشي باغيين يخرجوه، علاه كاين اللي على باله كاين اللي اعلاميين على بالهم يقول لك علاه ما خرجوا الناس العقد؟ الناس يتحوس على هذه الكونترا اللي زادوها في الكونترا، في الكونترا زايدين هذا البند. كيف انت مباراة تتلعب تدون فيها دراهم، شكون ضد دراهم؟ شكون اللي يدي ضد دراهم؟ كاين بزاف امور. قال لك البدائل من ذهب، يا عاودي كاع مكاش منها، مكاش منها بدائل مساكين هذو راهم عارفين روحهم. ايكيبتي باينة، انا نقولها لكم. ابار عمورة هذا مكان، وانا قلت لكم بن سبعيني ينجم يلعب في اللاكس مع ماندي، بصح هو غادي يحوس كيفاش يوخر بن سبعيني يديرو في لاغوش من القدام ويجيب بدران، عاود يرد بدران، هذه من التالي. انا باقي مخلوع يقول لك هذا الفوز استعادة الثقة للمنتخب الوطني، احنا ربحنا اوغندا هنا قال لك كسبنا ثقة، ربحنا تنزانيا قال لك سايك ثقة دخلت، ربحنا ايران قال لك ثقة ربحنا ديناها، ربحنا لنا اوغندا قال غينيا قال لك دينا ثقة، ربحنا نيجيريا قال لك الثقة، وهذه الثقة وين تجي؟ هذوك نتوما كل مباراة ربح الثقة، وين قال لهم استمرار انتصارات المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة سيسمح حسب يعني باستعادة لاعبين ثقة والتي افتقدوها في الفترة الماضية، وعلى وجه التحديد منذ إخفاق عام الإخفاقات عام 2022 خروج من الدور الأول خرجة البعير ثم الفشل في التأهل لكأس العالم ويمنحهم الرغبة القوية في التألق خلال الفترة المقبلة. وتشكل كأس أمم إفريقيا العام مطلع العام المقبل فرصة يعني لهذا المشرف وزملائه محرز للرد على كل انتقادات، يعني بس تتعرض كل انتقادات راه تجيبوا انت معكم ما تقولوش ردينا الضربة تاع الكاميرون تجيبوا كاع الكؤوس منا، تشوف تجيبوا كوب دافريك تاع الكوتيفوار كوب دافريك اللي غادي تدار في المغرب وتجيبوا لنا كأس العالم باش نقول لكم صحيتو. بس تو تعال رد الانتقادات، انا من الانتقادات الناس قال لك تاكي والو تاعش انتقادات، كي انا نقول لك تاكي والو وانت رايح طايح على راسك تجي تقول لي راني في الطريق، ما كنتوش في الطريق انا الشيطان ما كنتوش في الطريق قصروا علينا هيا باينة قولنا في غولي قولنا ماذا بينا كل قولنا في غولي على ما رحمة ربي يا ولدي قولنا في غولي قولنا انا قولوا لنا في غولي قولوا لنا هذه هي هذولنا لنا في غولي هذولنا هذولنا في غولي خير هذولنا انا نقول لكم
ما تنساوش عطونا جاب كومونتير، بارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، سعيدكم.